السلام عليكم يا شباب، معكم محمد رشيد من جيمنج بالعربي، والنهارده هنلعب مع بعض لعبه جديده جميله جدا، عايزه تفكير وعايزه تركيز، ومتاحه دلوقتي على اجهزه الاي او اس اللي هي الايفون والايباد. سريعا سريعا كده، الحلقه اللي فاتت لعبنا لعبه اسفلت 9، اخيرا موجوده متاحة دلوقتي برضو على الايفون والايباد، وقوية جدا وجامدة جدا. اللي ما شافهاش هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت، ضروري لازم تشوفوها وضروري لازم تجيبوها، جميلة جدا ومجانية. النهاردة هنلعب لعبة The Room Old Sense. اللعبة لسه نازلة بقالها فترة، بس جديدة، دي احدث لعبة. الشركة دي اللي هي فاير بروف دي مميزين في ان هم بيعملوا العاب زي كده. انا لعبت الجزء الاولاني والتاني والتالت، فلعبة تحفة تحفة تحفة، متاحة دلوقتي مش عارف بكام، ب 90 جنيه باين ولا 70 جنيه، هو كلام فاضي يعني، بس لعبة تستاهل انك كل يوم تلعبها، بتشغل دماغك على فكرة. هي مش محتاجة اللي هو يعني حسابات ولا اي حاجة، لا، لعبة احنا نعمل بروفايل مع بعض اهو، مثلا، وما تنسوش سبسكرايب للقناة عشان تتابع معايا كل ما هو جديد، واشوفكم واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يلا بينا مع بعض. هاي الاوبشن فيها حاجه هنت الفوليوم لانجويج، طبعا ما اعتقدش ان فيها عربي، طيب هي انجليزي بس، ولكن مش مشكله. تعالوا نيو جيم ونبتدي مع بعض. I have searched every room in the house but this attic. I won't get much further in the dark. تقريبا ده واحد كان تقريبا نفس الشخص باين في الأجزاء اللي فاتت يعني. طبعا انت بصبعك بتحرك على الشاشة كده عشان تبص يمين وشمال. هو بيقول ان هو قاعد يدور في البيت ده كتير، فلغاية ما اكتشف السطوح ده، يعتبر سطوح يعني. I will need to turn on the floodlight if I'm going to find over there. اعتقد الكشاف اللي قدامنا ده عايزين نشغله. خلاص تمام. اللعبة دي اعتبروها كأنها انشارتد على توم برايدر، على بس مش في الاكشن، لا في الالغاز والاجواء بتاعتها. الاجواء بتاعتها طبعا مميزة من ساعة الجزء الاولاني لغاية دلوقتي، ف هتشوفوا مع بعض يعني. ماشي، دبل تاب اون ذا فلوت تو فوكس. ماشي. اللعبة دي بتتلعب بالطريقة دي، انك بتحرك بصبعك كده يمين وشمال كانك بتبص، ولو في عنصر ما مثلا زي الكشاف ده عشان تفوكس عليه تركز فيه وتقرب منه، فانت بالدبل تاب كده اهو. طبعا لسه في الاول، فده توتوريال لسه. ده كشاف نعمل كده بصبعنا. سكرو درايفر فروم ماي كيس. اعتقد هو في الكشاف فيه حاجه بايظه، فهنفتح الشنطه بتاعته بقى. بتعمل عارف انت لما تيجي تزوم بصبعك الاثنين، ده اللي احنا هنعمله. بنش اقرص يعني عشان ترجع، وتعالى عند الشنطة بتاعته دبل تاب برضو. تمام. الشنطة بتاعته زي القفل العادي اهوت، والقفل التاني، وتفتح بصبعك كده بالراحة. تمام، دي شنطته. My notebook holds all the information I was given for this assignment.
يبقى هو حد اداله مهمة ومعلومات المهمة دي موجودة في النوتة بتاعته اللي هي الكتاب اللي قدامنا ده تقريبا دبل تاب. ماشي. اوكي تفتح بقى كده. تمام. شكلنا هنقرا كتير عشان نفهم بس ايه اللي بيحصل. dismissed. دي المعلومات عن الشخص اللي انا بدور عليه. يبقى انا بدور على شخص بقى subject profile. ماشي. عنده 32 height. ماشي. as a mechanical engineer. متجوز. ماشي. طيب في ولا تاني؟ في يبقى النوتة بتاعت الأخ اللي أنا بلعب بيه دلوقتي هو جامع أخبار. جامع أخبار. هو أنا أمسك الورقة التانية ازاي ولا بتتقلب مرة واحدة بس للأسف. طيب ماشي. هو قطع أخبار ودي معلومات بتاعت مراته. ماشي. عم متجوز وعنده طفل. طيب أعتقد ده المانر اللي أنا فيها اللي أنا بدور فيها دلوقتي. ماشي. ما فيش حاجة تاني. تمام. تاب اون سكرو درايفر تو بيك اب. المفك. تمام. طيب والخريطة هل في اي حاجة هنا؟ ما فيش. تمام. في واحد ميت. ماشي. What was that? I need a better look. ماشي. نخش بقى هنا. اعتقد المسمار ده هنجيب ال بتاع. ماشي. دوس عليه واسحب كده ولف فك. تمام. complete the circuit. circuit. تقريبا في حاجة فاصلة. ايه ده؟ Dollhouse, something isn't right. في حاجة غير مطمئنة. ده بيت على صغير. Investigate the dollhouse. استكشف. على البوابة مثلا. ماشي. looks unusual. I will need something else for my case. كيدز. شنطته أكيد فيها حاجة. إيه بقى؟ has a secret. just happened to be hidden in this box.
يعني الصندوق ده فيه حاجة تانية، بس هو مخبيها بطريقة سرية. مش an eyepiece. I will need to open this for. مش اعتقد دي عدسة باين او نظارة، بس لازم تتفتح. تقريبا العدسة دي من الأجزاء اللي فاتت. العدسة دي انت بتلبسها على عينيك، بتوريك حاجات انت ما بتشوفهاش بعينك العادية. ده أعتقد اللي سايب له الرسالة. Sometimes I can be used to see things. ماشي تمام. Break the seal. الأخ اللي سايب لي الرسالة يعني. ماشي تمام، نبص عليها بقى. اي باب باللمعان ده اللي بيلمع باخضر كده ده تستعمل. واو يا راجل، يا راجل. اوه فهي اللعبة يا جدعان هي مميزة بالطريقة دي. ايه ده، في حاجة سادة. يوز ماشي اوكي. احنا دخلنا جوه ال، يا حلاوة يا ولاد. مش قشط. تمام اوكي، تعال نشوف موضوع الكتاب ده الاول. اللي عايز يقرا يقرا، بس انا يعني ايه، انا مش عايز اطول عليكم. فيش تاني؟ فيش. in his this cover suggests الكتاب اكيد في طريقة يظهر بيها باقي الحاجات، باقي الحاجات مستخبية. طب الصندوق ده ايه الموضوع؟ اوه ايه ده، حتة مفقودة. ايه ده، ماشي. يعني هي طالما اتفتحت خلاص يعني. طيب قشطة. ايه ده، ثواني ثواني، هنا باين. ماشي قشطة، نستعمل النضارة. اوه انت بتلعب بالحلقات اللي لغاية ما تعمل ماتش اعتقد يعني. يعني عندي حلقة اهي وحلقة اهي.
دان دي هي صعبة شوي، هي عايزة كده صح؟ يا ولا واخدين بالكم يعني انشارتد على توم برايدر على ريزيدنت ايفل على يعني في الاجواء والالغاز تو ذا دول هاوس. طب مفيش حاجة تانية؟ يا من ناحيتين. طيب طيب يعني خلاص كده يعني مفيش. طيب مفيش حاجة تانية. اوكي ايه ده؟ لا فوق هنا. هنا مفيش. دوست عليها فضلت دايس يعني، ف في حاجات فتحت. يا حلاوة. تمام. يا ترى هنا ايه بقى؟ نجيبها على عند ده مثلا. واحد كمان. تمام. حاجة تاني؟ المفروض مفيش. هنا في حاجة ناقصة. طب تعالى نشوف البتاع ده برضو نفس البتاع اكيد هتتحط. ايوه كان في الناحية التانية. الناحية التانية اهي. يعني شايف الموضوع يعني ايه مباشر نوعا ما لو انت سريع الملاحظة، بس لغاية دلوقتي يعني الدنيا عجباني جدا. يعني الألغاز جامدة جدا، انا احب الحاجات دي. اعتقد كده. و ايه ده؟ ايه تاني؟ يا حلاوة. وصباعك التاني؟ تمام. الزورين الأصفر مع الأصفر لازم يدسوا في نفس الوقت، والأزرق والأزرق في نفس الوقت، وده دراع هيعلق واحد من بينهم. طيب تعال نشوف البتاع ده الأول ايه ده ولا. طيب اوكي تعالى كده ويندوز دي ماشي.
بيصعبوه. تمام، وانا لو عملت كده بص يا سيدي، هنعمل ده الاول. ثواني ثواني. اوكي نعمل دول. تمام، بعد كده هنقلب ده. اوكي تمام، بعد كده مش في واحد من دول لازم. ايوه اوكي ماشي، مش خلاص. ايه ده؟ I have found the seal. My employer spoke of it is weakened, but far from broken. I am clearly on the path. تمام، ممتازة جدا، حلو أوي. فطبعا بندوس continue عشان يكمل. اوكي يا شباب، شكرا على المتابعة. ما تنسوش سبسكرايب للقناة عشان لو انت عايز تتابع اللعبة الجامدة ديت، او عايز تتابع كل ما هو جديد. كان معكم احمد راشد من جيمنج بالعربي، واشوفكم الحلقة الجاية. Peace.